تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، وتحت شعار إعلام مسؤول طفل آمن، بمشاركة 8 جهات حكومية وبشراكة استراتيجية من المجلس الوطني للإعلام ووزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة الاتحادية، نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة فعاليات منتدى سلامة الطفل الأول. اتفقنا جميعا على أن احنا بحاجة إلى أن نعيد الحديث في موضوع صناعة الوعي. الوعي ليس وحي، الوعي يصنع صناعة، الوعي يبنى بناء، فنحن متفقين على هذه المسألة. وفي الحقيقة نحن في مجلس الشارقة للإعلام فيما يتعلق بموضوع الممارسة الإعلامية عكفنا على العمل على ميثاق، وهذا الميثاق أسميناه ميثاق الممارسة الإعلامية يخرج إلى النور قريبا إن شاء الله تعالى. تناول المنتدى خلال جلساته دور الإعلام في معالجة قضايا الطفل والسياسات الإعلامية وفرص تطويرها من أجل إعلام صديق للطفل، وأهمية الوعي بحقوق الطفل والقوانين الخاصة بها. كنا نتكلم اليوم عن كيف يمكن للمجتمع أن يساهم بشكل كبير في الحد من ما هو قد يضر بسلامة الطفل من ناحية إعلامية، واتفقنا أيضا على أن هناك أدوار مشتركة، دور على صاحب القناة سواء كانت مؤسسة إعلامية حكومية أو كانت مؤسسة إعلامية خاصة أو حتى كان مؤثر اجتماعي مسجل لدينا في المجلس الوطني للإعلام. منتدى سلامة الطفل منصة للتحاور والنقاش وطرح القضايا المتعلقة بالصورة الإعلامية للطفل بكل شفافية ومسؤولية، ووضع أطر تنظيمية وتشريعية تحمي حقوق الجميع وبشكل خاص حقوق وخصوصية الأطفال.